ما شفنا هذا التقرير مشاهدينا عند استخدام منتجات غير طبية أو حتى الإساءة أو غير مصرحة ممكن أن تسبب بعض الحروق أو حتى الجروح وأكيد مضاعفات خطيرة تهدد البشرة والصحة بشكل عام. كيف نقدر أن نعالج هذه الجروح أو الندبات بطرق جديدة باستخدام الخلايا الجذعية باعتبار أنها علاج للكثير من الأمراض وتستخدم أيضا بشكل حديث في المستشفيات المتخصصة في الاستشفاء من بعض الحروق. ولمناقشة كل هذه الأمور وندور حول هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بالدكتور رائد فرحات أخصائي جراحة التجميل ورئيس قسم الجروح في مستشفى الزهراء بالشارقة. مساك الله بالخير ومساك تجميل وصحة دكتور. تسلمي شكرا على الاستضافة وشكرا على هذا واجب كل شيء. الله يسعدكم. سعيدين دكتور رائد بحضورك. أنا أسعد والله وجودي معاكم هنا في كلبة في قناة الشرقية. الله يحييك وبرنامجكم الجميل يعني ما شاء الله يجمل ايامك. كذلك المشاهدين اللي يمكن الان يعني عندهم استفهام على ما يتعلق بموضوع اليوم اللي هو معالجة الجروح باستخدام الخلايا الجذعية لو في تنويرة او طبعا يعني هو الله يسلمك. علم الجروح وانواع الجروح جديدة عندنا كعلم كدراسة كسب سبيشاليتي تخصصها جديد على منطقة الشرق الأوسط بسبب ازدياد عدد الحالات الجروح بسبب تنوعها بسبب المشاكل اللي صارت تسويها في حياة المرضى في تقليل الإنتاجية. إذا واحد أصابته جروح أنه يفضل بعيد عن عمله فترة طويلة هنا وجدت الحاجة لعلم جديد يفصل علم الجروح بيساعد في تقليل معاناة المريض وفي نفس الوقت يساعد على الاستشفاء بطريقة سريعة جدا. فتوجهت جميع الشركات الجامعات لأخذ هذه الخبرات وتحويلها إلى guidelines وبروتوكولات علاجية من ناحية الخبرة. وبدأ في منطقة الشرق الأوسط أطباء عديدين وتمريض في أخذ هذه الفكرة لا فكرة الجروح وابتداء أنه يسووا أقسام خاصة للجروح في المستشفيات مراكز خاصة للجروح بسبب التكلفة كمان اللي تسببها الجروح في المجتمع. وما هنا نتكلم على الجروح ما نتكلم على جرح واحد فقط نتكلم على عدد من الجروح من قدم سكرية من قرح الفراش بدرجاتها باختلاف أنواعها بتغرغرينة وما تسمى بالضبط غرغرينة تقرحات الناتجة عن مشاكل في الدورة الدموية أو من ناحية وريدية. فبدأنا بداية الجروح كانت بداية من الغيارات البسيطة من شاش من قطن الأشياء هذه البسيطة تطورت إلى شيء اسمه سمارت دريسنج زي ما نقول مثلا سمارت تي في أو سمارت فون. سمارت دريسنج هذه عبارة عن غيارات لها القدرة أنها تعمل انتر اكشن مع وتتفاعل مع الجرح بطريقة تدريجية. وجود أشياء كثيرة فيها زي أيونات الفضة أو الفحم حتى أنه تحسن الكواليتي حق المريض لما يكون المريض في رائحة للجرح أنه المواد الفحم تسحب الرائحة أو أيونات السيلفر أنها تنظف الجرح. فتطورت هذه من اللي نسميها بيسك دريسنج لسمارت دريسنج وتطورت إلى الريجنريتيف ميديسن أو الطب الحديث. جميل. طيب دكتور إلى أي مدى هذه الخلايا الجذعية ممكن تساعد على التئام الجروح؟ مثل ما تفضلت وذكرت أن للجروح درجات. بالضبط. فيعني جميع هذه الدرجات ممكن أن تشاف تعالج وتشفى من خلال هذه الخلايا الجذعية؟ لا طبعا. يعني هنا لازم نكون واضحين. يجب وصول الجرح إلى الايديال انفايرمنت اللي هي البيئة المثالية عشان أضع فيها أي شيء سواء كان خلايا سقالة اللي يسموها سكافولدينج سيلز أو خلايا جذعية أو عوامل نمو حتى اللي هو البي آر بي والأشياء هذه اللي تأخذ. فوجود الجرح في مرحلة الالتهاب أو العدوى لا نستطيع أن نستخدم أي شيء من الريجنراتيف ميديسين في هذا الجرح. طبعا إذا رجعنا إلى كلمة خلايا جذعية هي كلمة كبيرة جدا بحر هذا يعني اللي احنا نبغى نستفسر عنه يا دكتور. فعنا احنا خلايا جذعية من نباتات وهذه ما لنا علاقة فيها ولا تفيدنا بأي شيء. في من حيوانات وبعد في بعض الكتب وبعض الفكر فيها ما نستفيد منها. بقي عندنا خلايا جذعية مستخلصة الإنسان. من إنسان آخر أو من نفس الشخص. هنا التطور اللي حصل في الخلايا الجذعية أنه استطعنا الآن أنه إحنا بدون معمل أستطيع أنه بعملية شفط بسيط
أخذ حوالي 40 سي سي من الدهون، 40 ام ال من الدهون، وبعملية أقل من ساعة أستخلص حوالي من 250 ل 450 مليون خلية من نفس الشخص. وبالتالي الخلايا الجذعية ربنا خالق فيها شيئين، لها القدرة على الانقسام ولها القدرة على التحول لشيء ثاني. الشخص الآن لما ينظر في المرآة بكل بساطة هو قاعد يشوف شخص أمامه، بس الحقيقة هو قاعد يشوف كوميونيتي كامل من الخلايا الجذعية تقدر تتواصل مع بعض وتعطي صورة رائعة جدا للخالق سبحانه وتعالى، إنه هذه الخلايا تقدر تتكلم مع بعض بطريقة رائعة جدا وتتفاهم بطريقة في كوميونيكيشن، وفي كل خلية لها طاقة معينة تقاس بالملي فولت. الآن إذا إيش سبب، نرجع للجروح، الجروح سببها إنه الخلايا في مسافة معينة أو في مرحلة معينة توقفت في هذه المرحلة ولم تستطيع تتحول لمرحلة تانية وهي المرحلة الالتهابية، فيتحول الجرح من جرح ملتهب حاد إلى مزمن ويبقى حوالي سنة سنتين. هنا وجدت فكرة الخلايا الجذعية وفكرة الريجنريتيف ميديسن، أنه إحنا نستطيع من هذا الشخص نأخذ دهون. طبعا الآن إحنا نسمي هذه الدهون عبارة عن كنز، طبعا الناس تقول الشحوم والدهون هذه شيء صورة سيء، صورة سلبية اللي دائما على ال، فإذا نظرنا إلى الشغلة الطبية بالقصة الدهون نقدر نستخلص منها هذه الخلايا الجذعية ونركزها بأجهزة بسيطة جدا، وفي آخر المطاف نحصل على 450 مليون خلية نقدر مثلا نحقنها في أطراف الجرح أو في الجرح اللي احنا نسميه clean contaminated او السيمي مويست، انه هو هذه البيئة المثالية للجرح، وبالتالي ننقل هذا الجرح، نحسن الاتصال ما بين الخلايا ونحسن طريقة التعامل والسيجنال اللي بين الخلايا، فننقل الجرح من المرحلة الالتهابية الى مرحلة الشفاء. جميل. زي ما هذه الخلايا الجذعية، هل السؤال مثلا لها مشاكل او اعراض جانبية والاشياء؟ اذا انا قاعد استخدم خلاياي انا فريجكشن غير موجود، اوكي الجسم ما راح يرفضها. اذا لم استفد من الخلايا الجذعيه فما في منها اي مشاكل، اوكي. خلايا الجذعيه الماخوذه من انسان اخر، الجين ماب مش موجوده في جسم غريب، جسمي انا كدي ان اي غير متعرف عليه، فراح يحصل ريجكشن وراح يحصل مشاكل. شو المقصود فيها العرب الاول بالضبط اللي هي عندنا احنا الخلايا الجذعيه امبريونيك وادلت. امبريونيك اللي هي الجنينيه، نبغى تبسطها علينا بالضبط الخلايا لا بكل الموضوع يمكن لاول مره نسمعنا الموضوع سهل جدا حتى لكل الناس اللي موجودين في البيوت، انه او الاطباء اللي الان يستخدم خلايا جذعيه انه يقول لك هذا من البلد الفلاني او كذا. بكل بساطه لازم تسال عن مصدر الخلايا الجذعيه، هل هي جنينيه او adult stem cells اللي هي من نفس الجسم. جنينيه تكون ماخوذه من المشيمه، اوكي، او من الحبل السري. مصادر اخذ الخلايا الجذعيه من الحبل السري او من المشيمه، وهذا من شخص اخر، وهذه خطيره جدا. ليش؟ لأني لا ما أقدر أتحكم بالخلايا الجذعية اللي موجودة فيها، فممكن يحصل لا سمح الله سرطانات أو أي مشاكل. الله يبعد عنا الشر. نعم، لكن من نفس الشخص نقدر نستخدمها، نستخدمها في التجميل، في الشعر، في النضارة، نقدر نستخدمها في الركب وحقن الركب، في تحسين السكري الآن، في الجروح نقدر نستخدمها، في السكري في دراسات. طبعا هذا علم جديد والآن هو يندرج تحت اسم الطب التجديدي، وفي دراسات كبيرة عليه. في تقريبا الآن هو توجه جميع الأطباء، بس لازم نتبع القوانين اللي موجودة والبروتوكولات، بحيث أنه الإنسان مش مصدر للتجارب عليه. لازم نلتزم بالأسس والقوانين، كيفية الاستخراج، كم دقيقة سأخذها لحد ما أحقنها مرة أخرى وكل. طيب هذا دكتور، إلى ما نكمل موضوع البروتوكول وموضوع الأسس اللي تفضلت فيها الآن. الآن لو جاك شخص الآن إلى العيادة وإلى المستشفى، وكنا نتكلم أنا وعايشة على موضوع أنه شخص الآن مصاب بجروح ودخل عندك في العيادة، شو القدرات، خلنا نقول الأدوات التشخيصية اللي تستخدمها بالضبط معنا. هو الله يسلمك، الحين إحنا أسسنا قسم كامل للجروح والندبات.
قسم الجروح يعني بكل أمراض الجروح، القدم السكرية، قراح الفراش، كل هذه الأشياء. بمجرد وصول المريض عندي أوكي إلى العيادة أنسى الجرح، أنسى أنه أنا أناظر على الجرح أو أبتدي بعلاج الجرح. وهذا الطب الجديد في علم الجروح، أنه لا تعالج الشخص كفتحة موجودة في جسم الإنسان، خذها أنه عبارة عن كتلة لازم كاملة، نسميه holistic approach، كامل كشخص كامل. لازم أول شيء أنتبه لتقييم الشخص من الناحية النفسية، وهذا جدا مهم. تسمع عن شيء يقول لك أنا ما أكل بس السكر يزيد عندي، بكل بساطة جوانب نفسي. أوكي طيب، إذا أنا عندي مريض قدم سكرية وعندك السكر مرتفع، مهما أعمل ما راح يشفى. أوكي لازم أحسن الناحية النفسية في الشخص. لازم أتقرب كطبيب، أبني جسر بيني وبين هذا المريض. لازم كطبيب أنتبه لكل الأشياء اللي قد توصله لمرحلة الدبريشن. في هذه النقطة جدا مهمة، لأنه في هرمون يأثر على الكبد ويفرز كل مخزون السكر الموجود في الكبد، وبالتالي يرتفع منسوب السكر في الدم. هذه حالة واحدة من حالات السكر. هذه وأول أداة اللي هي مراعاة الجانب النفسي. الأداة الثانية دكتور، الأداة الثانية أنه إحنا لازم نسأل هذا الشخص وظيفتك في المجتمع، وجودك، عملك في الخارج outdoor ولا indoor، وين البيئة اللي تنام فيها أو تعيش فيها. جميل. مهما أكون مثلا أراعي الجرح، ممكن هو يرجع لبيته البيئة غير مناسبة لهذا الجرح، فهذا شيء جدا مهم. الشغلة الثالثة، لازم أعمل assessment كامل لحياة هذا الشخص. هل هو مدخن؟ طبعا التدخين جدا سيء بالنسبة للجروح، خصوصا للناس أعمارهم فوق 50 سنة، مشكلة كبيرة. هل هو عنده أي مرض مزمن؟ هل هذا الشخص يأخذ أي مثلا كيموثيرابي أو يأخذ أي كورتيزونات؟ طبعا الكورتيزون يقلل شفاء الجروح، فلازم أسوي هيستوري كامل للمريض عندي. فإذا توجدت عندي الثلاث عوامل هذه، النفسية والبيئية والقصة الجنرال أسسمنت، أنتقل بعد كذا للمريض، وراح يقدر المريض هذا الشيء. نعم جميل. طيب دكتور، نظرا لضيق الوقت ونظرا نعم للأسئلة الكثيرة اللي عندنا، هل هنالك في عمر معين ممكن أن هذا المريض يعني يستخدم، أو هذا الطبيب يستخدم للمريض الخلايا الجذعية؟ تفضلت أن في بعض الأشخاص 50 سنة وفوق أو أعمارهم 50 سنة، يعني من عمر معين لحد عمر معين؟ طبعا الدهون عشان استخلصها من عمر معين، ما أستطيع في الناس مثلا الكبيرة جدا في العمر أو واحد رفيع جدا أو صغير جدا، ما أقدر أستخلص. يعني الوزن بعد يلعب دور. نعم. فالقادم في الخلايا الجذعية، والآن تحت دراسات خصوصا في كوريا الجنوبية، أنه يأخذوا من بول المريض نسبة معينة ويستخلصوا الخلايا الجذعية من البول، وهذا راح تكون طفرة جديدة في العلم. هذه آخر أصداء. نعم، هذه الشيء القادم الجاي، وأنا رحت على كوريا الجنوبية وشفت هذا الشيء، وشفت الأبحاث اللي مسوينها بهذه القصة، وراح تكون طفرة كبيرة جدا بدون عملية أقل. وهذا راح نشوفه بالطب. إحنا الخلايا الجذعية، إحنا كل سنة يزيد عدد الناس اللي أعمارهم فوق 100 سنة، أوكي، أضعاف بسبب قلة السيفتي والعناية الصحية والأشياء هذه. فالخلايا الجذعية راح تكون سبب، ما راح ندخل في جدال تطويل العمر، بس في تحسين، إنه تحسين لكواليتي أوف لايف. وتحتاج إلى جلسات دكتور، ولا فقط جلسة واحدة يعني في حال وجود جرح؟ في بعض الناس ما فيهم أي مرض، بس يستخلص الخلايا الجذعية ويأخذها عن طريق الوريد كأنتي ايجينج لتحسين أي مشاكل في الجسم موجودة. وهذه إحنا نستخدم الخلايا الجذعية بجانب التكنولوجيا الحديثة الآن، إنه ابتكرنا جهاز ليزر بخمس نقاط يعالج الجروح بطريقة سريعة جدا جدا. والآن أسسنا أول عيادة للليزر في الجروح، ونستخدمها لتنظيف الجرح، وبالتالي نقدر نستخدم الخلايا الجذعية بعد ذلك. الدور اللي يقدم هذا الجهاز الليزر، هل يعني فيه عملية زراعة أو خلينا نقول استخدام الخلايا الجذعية بدون الليزر، ولا هو عبارة عن أداة رئيسية لأي معالجة؟ الليزر الله يسلمك، لما يكون جرح بالرجل أقدر أنا أنظف، أقتل كل أنواع البكتيريا بهذا جهاز الليزر، وضبط حواف الجرح بالليزر عن طريق خمس نقاط اسمها دكتور فرحات 5 point technique، وبالتالي أقدر أفتح في العظم وأسمح للخلايا الجذعية اللي موجودة في النخاع العظم إنها تطلع للجرح، وبالتالي أنا أغير الجرح، بدل ما يكون الخلايا الجذعية موجودة على الأطراف أقلب الجرح إنها تكون في السنتر
افتح حوالي 12 ل 16 فتحه في غرفه عاديه بدون الحاجه للعمليات. طيب هل هنالك في تواصل بينك دكتور او يجب ان يكون هنالك في تواصل بينك وبين اطباء مثلا مختصين في اي جانب مثل ما تفضلت وذكرت القدم السكريه؟ نعم طبعا. يعني تتواصل مع دكتور باطنيه اللي يتابع حاله المريض في حال وجود جراحه مثلا؟ سؤال تتواصل جميل مع دكتور جراحه. علم الجروح مبني على شيء اسمه مالتي ديسيبلينري تيم، لازم يكون التخصصات بالكامل موجوده من دكتور جراحه اوعيه دمويه، من اخصائي قدم سكريه، من دكتور باطنيه موجود معانا، من دكتور جراحه عامه. فهي علم الجروح مش تخصص انه وان مان شو او شغله، هذا هو تيم وورك بين ناس، فريق متكامل. فريق متكامل، لانه حاله المريض من اصعب الحالات ممكن تستمر لسنه ونص سنتين، فلازم يكون متابع مع كل هذا الجروب ويكون في تواصل كبير بينهم، حتى مش بالمستشفى الواحد. احنا هنا في دولة الإمارات في جمعيات للجروح وفي الجمعية الإماراتية للجروح طبية. في كل مكان في قسم للجروح نتواصل مع بعض، نتبادل الخبرات كأطباء حتى في داخل الدولة أو في الخليج وفي مؤتمرات الخارجية في نفس الوقت. جميل. مثل ما أنتم تتواصلون مع الأطباء وكذلك حنا الآن في نهاية هذا التواصل معك الله دكتورنا، وسعيدين جدا بحضورك معنا في الاستديو، وإن شاء الله اللقاءات القادمة. شكرا جزيلا معكم. شكرا، يعطيكم العافية، حياكم الله. وأنتم كذلك مشاهدينا الكرام، يعني الشكر موصول إلى الدكتور اللي حاضر معنا وتكلم معنا في بعض التوعية الصحية المتعلقة بالجروح وكذلك استخدام الخلايا الجذعية. مشاهدينا الكرام، بنظهر وياكم إلى هذا الفاصل وراجعين لاستكمال برنامج نافلة.